استطاعت وزارة الصحة تصدر مركز متقدم في المسابقة العالمية الخامسة لأفضل الممارسات المنعقدة في مدينة مومباي بالهند خلال الفترة من 25 إلى 26 من إبريل 2017 ميلادية، حيث حققت وزارة الصحة مراكز متقدمة بعد وصول مشروعي الوزارة للمرحلة النهائية من ضمن 30 مشروعا عالميا، إذ تقدمت الصحة بمشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومشروع الرعاية الصحية لكبار السن، ووصل المشروعان للتصفية النهائية للمناصب العشرة العليا، ليصل مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية للنهائيات ويحقق الفوز بأحد المناصب العليا الخمسة على مستوى العالم. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة جميلة سلمان، رئيسة فريق المضادات الحيوية بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة. مساء الخير، يعطيكم العافية. بداية يعني لو نتحدث عن هذا التأهل لهذين المشروعين الفائزين في هذه المسابقة وأهمية هذا المشروع. في البداية أحب أن أبارك لصاحب الجلالة ملك البلاد المصدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين حصول وزارة الصحة بمملكة البحرين على من أفضل الخمس الممارسات على مستوى العالم مثل ما تفضلت. وتقدم الشكر الجزيل، لأن لولا الدعم الذي أحصل عليه جميع المشاريع الصحية على مستوى المملكة من القيادة العليا لم تتمكن مثل هذا المشاريع من الوصول إلى هذه الدرجة من التميز والجودة. نعم. حتى أن مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية هو يعتبر من المشاريع التي يشرف عليها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وهو يعتبر من المشاريع التي تمثلت أفضل الممارسات الحكومية. وقد حصل هذا المشروع بدءا في مملكة البحرين في سبتمبر 2016 على أحد جوائز أفضل الأداء المتميز في من الممارسات الحكومية، وهذا كان الشرف العظيم لنا في وزارة الصحة، مما حثنا على العمل المستمر وعلى الجهد المبذول للوصول إلى أعلى المناصب ووضع اسم مملكة البحرين في المقدمة في جميع المحافل الدولية. موضوع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية يتمحور حول تقنين استخدام المضادات للحالات التي تحتاجها، بهدف أن الحماية أو علاج الأمراض المعدية، تقليل التكلفة المصاحبة لها، تقليل عدم المصاحبة لدخول المستشفيات، حماية المرضى عند دخولهم للمستشفيات. هذا كل المشروع طبعا بدأ من عام 2010 ونحن في السنة السابعة من التطبيق، حقق طبعا إعجاب من جميع اللي تقدم إليهم هذا المشروع على مستوى المنطقة على مستوى العالم، وأخيرا كان مثل ما تفضلت حصوله على أهم المشاريع على مستوى العالم في المسابقة العالمية اللي جرت في بومباي. نعم دكتورة، إذن يعني هل سيتم تعميم تجربة البحرين على المستوى العالمي من خلال هذا التقدم الذي حققته الوزارة؟ والله هذا ما تمناه، حيث أبدأ يعني جميع الدول اللي كانت حاضرة في المسابقة إعجابهم بهذا البرنامج وتمنيهم أن يطبقوا مثل هذا المشروع، علما بأن دول الخليج ومستشفيات مملكة البحرين الخاصة والحكومية أبدوا أيضا إعجابهم بهذا المشروع، ويعني ويريدوا مشاركة وزارة الصحة في تطبيقه وفي استمراره، حيث أنه يتميز بسهولته وسرعة تطبيقه والحصول على النتائج المرجوة منه. نعم الدكتورة جميلة سلمان، رئيسة فريق المضادات الحيوية بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.